معقول؟ سير عملك كلامك. أسكتوا يا حيران. هي الناس بحيرتها بتجي لأبويا الشيخ عشان تلقى دبارتها. إنتوا في حوش تتحيروا؟ أمشوا أمشوا، خلونا نعرف الحاصل وبنكلمكم. أمشوا هسا. يا ناس اللي عنده شغل يمشي يقضاها قبل ما صبري ده يكمل. أمشوا. ده كلام شنو بتقول فوقه ده ذاك؟ ده ما كلامنا عمده، ده كلام الحلة كلها. لكن ده كلام ما بيصدق. ما عشان كدي انا قلت اول شيء اوريك، بعد ذاك اجري على المسيدة اشوف لك الحاصل شنو. سامح واقف رايي شنو؟ ها؟ طير! هاي طير! هاي طاير طاير طاير. بلغيس طولت من شفتك بالنهار. انا في شنو انت في شنو يا حامي؟ اقول لك السر نطق والحله كلها جرد على المسيد. سمعت به الكلام ده وماني مصدقه. الكلام ده ما قاله زولا واحد، السر بنت العايب وعوض الكريم والمهتدي ومناز ست النفور بنت حامد والتومه بنت ام النصر وزين ود محمد وعلي ود الحسين، وبرضه ماني مصدق. حاجه غريبه يا بشير، لو بيتكلم شنو سكت الزمن ده كله، ولو ما بيتكلم شنو خلاه ينطق؟ ما هذا المجنني انا ذاته 15 سنه من شوفتنا للزول، وياهو ذاته عوير ولسانه مربوط. الناس بقت تسمع براها وتتخيل ليها حاجات من راسها. ده ما يهود السر، ويهود وشه، ويهود سكاته. لينا ساعة بنعاين فيه. أنا مارق على الناس ديل، عادي اللي وراسه أقول لهم السير ده لا بيتكلم ولا حاجة. أجيب يا أبو استكفي. زول ساكت قريب 15 سنة ويتكلم، شنو ما بخليه يسكت تاني ساعة؟ السير كان عندك كلام عايز تقوله نحن سامعين، وكمان كان داري تواصل في سكاتك ترى انا قاعدين. انا عارف. عارف شنو؟ السر. قالوا لك يا عمدة مستكفي ده مرق من الخلوة زي المجنون، وطرد الناس جد عليهم وقبل كده على البحر. الناس تعاني تلموا جاهوا الراجع وتاني طردهم وقبل على الحلة. أها قبالي صال الحلة تاني جا راجع. وأقول لك شا عمدة مستكفي اللي بتعرفه راكز ده ما هو مستكفي. أها عشان يمشي الناس قال له ناس هوي السر ده، قال له فت كلمة وسكت عليها ونفض يديه ودخل عليه في الخلوة، والناس برضو تلمت. قال شنو؟ الكلام اللي قلته ليك ده من مستكفي. منو منو؟ السر. السر قال شنو؟ قال انه عارف.
عارف شنو؟ عارف السر. عارف السر. السر. عارف السر. السر. كلمتك يا حامد وقلت لك الزول ده عيونه ملانه كلام كتير، وانت تقول لي ما تخافي. نحن ايش عملنا لما انت خافي منه؟ وقفتي دي معاك براها، لو شافنا زول نخاف عليها، وبعدين انا كل ما الاقيك الزول ده يكون واقف. ملاقاتنا شين فيها؟ لا انت خافي منه. انت عارف وانا عارفه، والله عالم البينا ما فيه شيء تنغلط، لكن انت عارف درب الشوك في بلدنا اعوج، والكلمه لو وصلت للزول بيخد عليها كلمته، والناس لو عرفت من ابقى لها موضوع. وابوي قبل ما يقول كلمته الضوء ده عمي بتكينه وبيطبحني. عادل عادل يا اخوي، اخيرا نمرق نشوف لنا بلد ثاني. اقعد يا بشير وبطل الجرسه دي. اقعد السر. السر القاعدين عوير طلعنا نحن العوره. حس تلقاه قاعد في مسيد ابو الشيخ ويقول له بلاوينا كلها، بلاوينا كلها. بشير السير بقدرة قادر نطق له كلمتين ووقف عليهم، وبلاوينا المتلتلة اللي بتقول عليها دي دار له كم سنة عشان يعرف يقولها. انت لسه قايل عوير ونطق؟ ده ما عوير. انت لسه قايل عوير ونطق؟ ده ما عوير. ما عوير بشير. قصدك يكون مباحث؟ يا ريت يا ريت كان قبضونا وارتحنا، لكن كعب الفضيحة في مسجد الشيخ. كعب الفضيحة في مسجد الشيخ. كعب الفضيحة في مسجد الشيخ. بقي في المبارك ما تأخرني يا ضو، أنا ما شفت بعيوني وسمعت بأذاني ما برتاح. كلامي معك ما كثير يا المبارك، السر ده ما شفناه يبتسم إلا معك، وما هاج إلا روضت إنت. لو عنده كلام تقولي ليك، ولو عنده كلام قبالي زعول الناس تبي تكلمني يا المبارك، وإلا ما في زول تاني كيف بينه وبين. أنا عارف عارف السر. أنا عارف أنا عارف أنا عارف أنا عارف. خلاص كفاية دي المرة الألف أنت تردد في الكلام ده، قول السيرة اللي عندك دار تقوله ريحنا. أنا عارف. كان قالوا ما بيبقى سيرة مستكفي. يعلم ما تسرون وما تعلنون. صدق الله العظيم. سبحانك. كلامي معاك انت يا زينة لغاية ما جسر. اها قلت ما زول زول وما زول. اها زولا بيسمعني اقسم معاه، اقسم معاه الجوال ما في شي تنسويته ما قلت له. ما قال له بيبقى زول. اوه يا الغبيانه، اوعك اوعك تمرقي كلام ستك برا الزريبه دي. سامعاني سامعاني سميح؟ والبعيد شنو يا اختي انت تنطقي؟ كان المسخوط داك نطق. دي
دي أصلها لا حصلت لا بقت، لا حصلت لا بقت. صحيح صحيح، لا حصلت لا بقت. السر الكام ما في زول شغال بيه في الحلة دي يبقى الليلة هو ذاته. السر اللي بتكلموه وناس حلتنا والحلالة جنبها. نحن ما في السر. نعم في منو؟ نحن في رقبتنا، رقبتنا وسيرتنا نحن الماشة تبقى في كل بيت في الحلة والحلالة التانية. وإحنا مالنا عمدة؟ نحن مالنا؟ نحن مالنا يا زاكر؟ نسيت ولا شنو؟ نسيت؟ الناس خلت شغلها شيخنا، ناس الحلة بقى كل زول يكلم روحه، وناس الحلالة جنبنا جايين يتبركوا ببركة السر اللي تكلم ونطق، وناس خايفة قالوا دخلوا شيطان، والزول ده لا سكت لا تكلم، وإن بقى عنده سر وما قادر يمرقه أنا بعكازي ده بمرقه، وإن عنده شيطان دخل وما داير يمرق بعكازي ده برضه بمرقه. أصبر يا مستكفي، ما من عوايدك يسوق غضبك، بدل تقبل على المسكين ده خلينا نقبل علينا ناس الحلة ونروي غضبنا الفاير ده. عادل عادل. أيوة خلينا اشيل نفسي حبة. سامح قول سريع عشان انا اقدر اشيل نفسي كمان. الحياة كلها غيرت مكانها. تمام، بعد ده خلي زولك يقول كلامه، بعد ما كان السير العوير هيبقى السير الكذاب. لا عادل، ما كان بيشوفنا ونحن بنشيله كذاب ما اكتر. خليهم يزالوا دسين الحاجات، وين هيمشوا؟ المكان القديم الدسين فيه الحاجات، هيلقوا شنو؟ ما في اي حاجة. لكن عادل، هو نحن كنا بنشيل وبنديس قدامه كيف؟ ما قال انه عوير، لكن نفسي ما فات شيء. ما فات شيء؟ ما فات شيء كيف؟ وانا كل يوم بتذكر لي حاجه جديده. والله والله انا خايف لو كنا سلينا حاجه كده ولا كده وما عاملين لها حساب. بشير مرات انا عايز تخوفني يا عمله. عمله عمله شنو مالك؟ والله بصراحة كده يا عمدة أنا بقيت أخاف. خلاص يا زاكر، بدل قعدتنا دي وقلقنا وخوفنا والانتظار ما نتصرف. ونتصرف كيف يا عمدة؟ الزول ده جوا المسجد وفي المسجد جوا خلوة الشيخ. خلاص يا زاكر نمشي له نحن. لا لا يا حامد، ما تمشي له. خير امشي له ابي القيس، الضو صاحبي من قمنا صغار سوا. برضو ما قد عرفه زي ما انا بعرفه. الضو كتين الغضب ما بيعرف صاحب غير سكينه في ذراعه. برضو اخير اكلمه انا قبال السير ما يقول كلامه. سكينه يندير لها مكان اخير صدري احسن من ما تجيك انت حاجه. لا لا يا حامد، انا اشوف لنا صرفه مع السر ولا نكلم المبارك يكلمه؟ اصل السر خاطره عند المبارك، خليه يسترنا. لقيت يا المبارك؟ ما لقيت يا ضو. وما قال لي حاجه؟ وانا عارف من وين الشيخ خاتي في الخلوه وقافل عليه الباب. مستكفي ما قال لك اي حاجه؟
بدل تقعد تسألني كده ما تمش براك ولا ما عارف درب المسيد؟ درب المسيد بعرفه إلا مسيدا في بابه مستكفي قلت لك يا عمدة الشيخ قال زول يخش على السير ما في على قال يا عمدة عنده مؤخر الزمن السير العيفة ده بيقوم دخول له بيزن هتقول زول مهم وما مهم كيفين انت والعمدة قاطعين مشوار عشان تشوفوا السير وناس غيركم كتار جو هنا يشوفوا السير انتوا لا اول ناس ولا اخر ناس بشير ايه انت العمدة ده داير السير في شنو ذاكر قال لي قبال ما يمرقوا على المسيد العمدة قال لو ما قدروا يخشوا على السر بيمرقوا من المسيد أحسن أحسن يمرقوا من المسيد أحسن كيفين أحسن كيفين سرنا فوق المسيد عند الشيخ بيتغطى لكن عند العمدة يا نالي انفضحنا الزول ما هو الزول اللي بنعرفه شيخنا وأنا بقول حق سلمنا ليه عشان نعرف البيو ولا عليهم وانت خابر بوابير كتير اتفقدت من الحلة ده بلا محصول حامل كل ما يلمه يجي يلقاه ناقص انا بقول ياهو بيري فالناس شالوا البوابير ولا هو يكون شالوا السر اللي بياكل باقي الاكل وبتسقيه الروضة اللبن من عنزها ويشرب من مويه الجداول زي العنز يشيل محصول ولا يسرق بابور وما يصهر عليه يعني هو كان ظاهر عليه انه بيعرف يتكلم مستكفي السر اول ما نطق كلمته جانا في المسيد ضيف والضيف احنا بنكرمه ما بنطرده بس الناس كشفت روحها قدامه يا شيخنا وما في بيت بينستر قدام زور هم بظنوا انه معذور اها دحين نتكلم يا عيان يا كمان يا العيان الساكت ولا اللي بيتكلم عمده انا كلامي قلته السر ضيف المسيد كلام الشيخ واضح يا عمده وانت سمعته مستكفي العمده برضو ضيف المسيد يقعد بخاطره ويمشي بخاطره يعني ما قال لك اي حاجه المبارك يا انت ما سامعني يا انا ما قادر اوصل لك صوتي لكن ماله ان فهمك تقيل بعيد لك وان اضانك تقيله برفع لك صوتي يا حامد السير من عرفته بيدلل البحر جاري وبيطلع من الحله للمسيد نشيط وبيمرق من الحله فتران وقاضم ما بيبتسم الا لما يكون راجع من شجره يا باسط وعمره ما تكلم حتى لما انضربوا الدبيب ما عرفناه إلا لما عرق شديد باقي لك الوقت داك لو كان داير يتكلم معاي ما كان يتكلم يعني ما قال لك أي حاجة المبارك يا الله تغفر لي ذنبي يا الله تغفر لي ذنبي ما قال يا حامد ولا لو عارف همتي معاه وبتخلي الناس تزرزني مثل الزرزرة دي أنا ما كان اشتغلت بسير ده كده يعني المبارك في زول غيري سألك همنه من في الحلة دي ما سألني الناس دي كلها سألتني لكن زول غلبني غيرك انت والضو ماف الضو الناس يا شيخنا دايرة تلاقي السر حتى لو بيدس لما ما عرفت منو فيهم الخايف من كلام السر يطلع اي زول عنده سر بيخاف منه واي زول يا مستكفي مهما نضف سره جواه صوت بيقدر يكتمه لكن ما بيقدر يسكته فيه خاطره صور بيقدر يطردها لكن ما بيقدر يمسحها لكن يا شيخنا السير ده يقدر يشوف جوا الزول شنو لما الناس تخاف قدر ده الناس بتخاف من صوت مرق وما بتكتم بتخاف من شد عمل والسير شافه يا شيخنا ايش قال حسن السير مرق برا المسجد وقام جاري عندك يا سيدنا عندك هالسماح يعني الضو حاسين انه في حاجه بيني وبينك ما يمكن الضو عنده سر انا خايف منه عشان كده سال المبارك
الضو؟ هاي الضو؟ يعني الضو ملاك؟ يا ربي يكون السر ده شنو؟ سر ما بعرفه إلا السر. أسر؟ يا سر؟ أسر؟ 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 يا سر؟ عارفة يا زينة، الحلة تبشسنة والروضة تحمي السيدة، ما عندها قدرة تجري. تجري ليه؟ ها؟ ولا كان ظهر عليها إنها عندها سر بتجري عشان تغطيه؟ وهي الفضيحة كيفين أكتر من كده؟ الناس كلها طلعت عندها أسرار إلا ما تعرفت شنو. لكن يا زينة موت الجماعة عرس، عرسا بكتلة الجماعة أنا كنت دايراه. أي دايراه؟ إلا أسمعي هوي أكلمك، كم مركت الكلام ده برا الزريبة دي بقتلك بضحك. فاهمة الكلام ده؟ هو الضبح بخوفك؟ ما غنى معايا. خليك هنا يا سر، بدل ما المسيد يخشوه الناس بيوسخون كايسين سرهم اللي عندك. يا مركت الجواك وارتحنا، يا الناس اللي عندهم سرنا هشوك ومرقوا سرهم، والمسيد ده يجيه نظيف زي ما كنت حتى من الكلام. يا وسخ الناس اللي في راسك مرقته. خبر أذاكر؟ أي أكان مشينا عليه مثل التقول، بنقول للناس ناس هوي نحن سوينا حاجة والسر ده عارفها. لكن عمدة بعد الناس الجرت دي كلها ما يمكن ما قاصدننا. ويمكن يكون قاصدنا. بعدين أذاكر الناس الجرت، الناس الجرد دي السر وراها شنو؟
ناس الهوينة وضيعة دايما هوية مثيلة، إلا نحن موضوعنا كبير كبير ذاكر كبير. ليه يا سير؟ وكنت عندك قدرة على النظم بتحيرني في الحاجة الدايرة مني، انت بتجيب قدامي وانا بحاول افهم انت داير تاكل ولا داير تشرب ولا داير تقعد جنبي ساي؟ ليه بتخليني اتعب قدر ده؟ انت كان ممكن تقول. وليه يا سير الحلة اللي ادتك وكلتك ودفتك بعد ما ركت من البحر بردان، ليه ما تديها سكات انت عندك قدرة تسكت، ولا تديها الكلام اللي انت عارفه وتهدي النفوس؟ وكنت ما دار تقول انا بفكك امشي وبلدنا دي بتبقى بلدك، امشي بلاد الله واسعة. أنا سمعت مستكفي بيقول للمبارك إنه السير مو باكر الصباح حيقول كل حاجة، وهو ما ضامن المبارك يفك السير عشان كده ربطوا معه. أريدك لو كانوا ستة قبال المبارك ما كان ربطوني أنا بدل المبارك. والله أنا بقدرة قادر السحبت زي الدبيب زحته لغاية الصباح ده قريب، لكن إحنا لازم نصرف. ساكت ليه وقت بتعرف تتكلم؟ اتمليت لما سكتت. وطيب ليه تكلمت هسه؟ اتمليت عشان كده تكلمت. طيب انت منو؟ أنا مسير. بعد ذاكر دخلنا في اللحم أصبح علينا صباح، والحال في حاله بجينا ليلة فوق بيوتنا. والله عمدة ما في أي جديد، والسر كلمته القالة دي تاني ما زاد على أي حاجة. هل تخاتيك هضاني فوق الحلة وإنت ما بتسمع؟ ما سمعت الحيران اللي بيدوروا يلوم الناس صباح باكر، يلوم الناس كلها تعد شجرة يا باسط. يعني المسألة ما بقت الشيخ والمستكفي، لا بكرة الحلة كلها تسمع وتعرف، وبعد ده كتلوك ولا جوك. Everyone, consider him the call of the county. He never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but the folks just call him Yellow. There's something always for me. The reading Tommy Rock. يا زولي تمنو؟ أنا السر
انت يا مبارك ليه ما خايف؟ لانه اللي بتعمله قدام نفسك يا هو اللي بتعمله قدام الناس ويا هو اللي بتعمله قدام السر. انت يا مبارك ضمير نفسك عشان ضميرك الناس. خوط تستهبلنا 15 سنة؟ عايز تمسك كلامنا؟ العملنا قدامك زلة. قلل لسانك ده بطولك. أعقل يا ضو، ما في شي بيستاهل. تقريبي المبارك عايز تقيف مع الغريب؟ أنا كده واقف معاك لو عاوز تجيف معاي. سمعت كلامك على الروضة، مع انه ما في زول لما شكر في الحلة دي قدرك. ماني قايلك شايلة قدره ده. الروضة دي بشرة شيخنا، وسرها وقتين تلقى اللمة، وقتين تلقى اللمة قربها بيوجعها شديد، والحسد بيقطع مصارينا، والحلم بيسوي العيونة. بس ما قدر تدفني للناس العمل في بيوتها. انت ما وحيدة على الروضة، انت خالة الناس واختهم وستهم كمان. بس كمان ما تخلي المشاوير للمطايبة في ظاهرة، خليها جوا قلبك. الله يهدي سرك. آمين يا شيخ، آمين. اطلع منها المبارك. المبارك مربوط يا عادل، انا بفكك وبفكه، لكن زي ما الزول ده جا من البحر تساعدني رجعوا البحر. لو بيعرف يعوم يمرق في حلة تانية غير حلتنا دي، ولو ما بيعرف يعوم تبقى مشكلته ما مشكلتي. دارت كتله يا عادل؟ انا ما دار كتله، انا دار ارجعه للمكان اللي جا منه، وما في زول بيقدر بيحميني. وانا معاك يا عادل. Ha 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 ha
بشير. يا ابو شيخ. تشيل البابور وتربطه فيه محله. حاضر يا ابو شيخ. وباقي المحصول الفضل ترجعوا لي حامد. سمح يا ابو شيخ. واي حاجه شلتوها ترجعوها في محلها. لكن يا ابو شيخ الحرام اللي كنا في بطننا ده نعمل له شنو؟ استغفروا الله سيدكم وانزلوا مع حامد الزراعه، ازرعوا معه وعوضوا الفات. عرس هوي الزول ده لا مننا لا فينا، ولا عنده زول بيسال منه، ولا عنده اهل فوق الحله، ولا عنده خشم بيت فوق الحله. ده كلام في محله يا عمده. عقل يا ضو. عقل انت يا مبارك عقل. انا سوي خلونا هسه ننتهي من موضوع السر. المبارك مننا ولينا، بعد ذاك نرجع لموضوعه. المبارك خلوه مربوط لغايه ما نرجع سير ده البحر. حلنا زي ما قال عادل، نرجع البحر. حامد يتم مرادها بالقيس. عيوننا بصيرة ليوم نشوف فيهم مرادنا، ويد حامد قصيرة ما قادرة تمد ليد أبوي، وحامد كل ما يلم محصوله بيلقاه ناقص. تاني ما حينقص له محصول، والفقد حامد كله حيرجع عليهم. انت ترجعي بيتك يا ست البنات، وانا وحامد بنجي نزور ابوك. الحلة من هنا رايقة شديد، ما كنا قايلين بتفور من جواها. اتاريها مليانة اسرار ما تعرفها. كانت عرفتها مستكفي ما تبقى اسرار. غاية الناس المشاكل خفيفة جحدتوها عندك، والناس المشاكلهم كبيرة حلها بقى في الغالون. السير ليهم الليلة درب ما تعرف. والله يا سيدنا زي ما ظهر فجأة اختفى فجأة. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. شنو يا ناس؟ زوج شكله مبروك وشال البحر يا عمده. ما قالوا اسمه شنو؟ شكله عويل وما بيعرف يتكلم يا عمده. خلاص ودوه على الديوان. حاضر يا عمده.